لم يكن معجبين صفحة حلبتك. بعد أن تهكرت صفحتنا الأولى على حلبتك هذه، قمنا بإنشاء صفحة بديلة وهي حلبتك البديلة. أرجو من جميع المشاهدين لهذا الفيديو أن يقوموا بعمل إبلاغ وإلغاء اللايك السابق لهذه الصفحة، وأن ينتقلوا إلى صفحتنا الجديدة المليئة بالشروحات الجديدة والرائعة كما عهدناكم. الآن اليوم سوف نشرح لكم طريقة تنزيل نظام الأندرويد على الكمبيوتر بدون محاكيات وبسرعة رهيبة مع تعريف الكل الواي فاي والبلوتوث وكارت الشاشة، وكل هذه الطريقة تعتمد على الفلاشة، فلاشة من 4 وفوق. تحتاج إلى هذه البرامج، سوف أضع لكم رابط تحميل أسفل الفيديو هذا ونسخة الأندرويد. تمام، أنا حملتهم مسبقا لذلك سوف أذهب إلى هنا أندرويد 5. تمام، سوف أقوم بفك الضغط عن هذا، أقوم بفك الضغط، نصل الفلاشة بعد أن نصل الفلاشة سوف يعطينا أنها تم توصيل الفلاشة. سوف نذهب إلى فكين الضغط، سوف نقوم بتشغيل كمسؤول. تمام، نعم نريد يس. سوف الآن هنا نقطة، نضع ديسك إيميج ثم نقوم باختيار استعراض الملف، نذهب إلى مكان الذي أنزلنا إليه النظام الوافي، نقوم بالضغط عليه. تمام، نتأكد من أنه قرص الفلاشة F. هنا لدي F الفلاشة، هنا F كما تشاهدون، آسف. ثم نضغط OK. الآن يقوم بتحضير الفلاشة. تحضير الفلاشة يستغرق حوالي 5 دقائق حسب سرعة الحاسوب لديك. سوف أقوم بعمل إيقاف للفيديو وسوف أتابع عندما ينتهي. كما تشاهدون الآن انتهى، سوف نقوم بعمل إكسيت. أين الفأرة؟ سوف نأخذ الفلاشة من الكمبيوتر ونأتي بكمبيوتر أو كمبيوتر كل حال، لكن لا أريد أن أطفئهم. سوف نأتي بكمبيوتر، سوف أضع الفلاشة، نقوم بتشغيله، لكن حسب الكمبيوتر لديك ندخل إلى البيوس، هنا بالتوشيبا F12 ندخل إلى البيوس، سوف أعمل له إقلاع من اليو اس بي. تمام، سوف هنا أهم حركة، إذا أردت أن تنزله على قرصق الصلب هنا انستول، إذا لم تريد without انستول. سوف نضغط هنا، سوف يحتاج إلى بحدود دقيقتين لدخول إلى النظام. ننتظر قليلا، ها هو شعار الأندرويد. انتظر قليلا بينما يتم تشغيل. كما تشاهدون الآن يعمل. كما تشاهدون نظام كامل، هنا تستطيع اللعب بضوء الشاشة أو أي شيء. سوف ندخل إلى الإعدادات، الواي فاي، ثم نقوم بتشغيله للتأكد من الواي فاي. كما تشاهدون الآن سوف أتصل بشبكتي،
كما تشاهدون الآن اتصل بالواي فاي، اتصل بالواي فاي. سوف نقوم بالخروج للتأكد، وسوف نضيف العربية، اللغة العربية من هنا language. سوف نغيرها إلى العربية، العربية هذه هي العربية. كما تشاهدون الآن أصبح كل شيء بالعربي، وهنا لديك أي شيء تريد أن تصفحه وتنزيله كالواتساب والفايبر والفيسبوك، أي شيء وبسرعة رهيبة ومن أفضل المحاكيات على الأندرويد. لا تنسوا متابعتنا على صفحتنا الجديدة، وأن تعملوا لايك ومشاركة على الفيديو، وشكرا.